ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمد مهدي محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية البورصة المصرية شهدت اليوم تباينا في الأداء، إلا أن المؤشر الرئيسي أغلق على انخفاض كبير، ما تحليل حضرتك لجلسة اليوم؟ والأداء البيعي سيطر على أداء المؤشر اليوم. المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه هبط اليوم بنحو 224 نقطه بنحو 1.25%. المؤشر اغلق على مستوى تقريبا 17204، قرب ادنى نقاط سجلها اليوم، وبحجم تداولات عالي 2 مليار 109 مليون. اداء المؤشر يتجه الى الهبوط او لكسر مستوى 17000 على مؤشر اي جي اكس 30 المؤشر الرئيسي. اما بالنسبه للمؤشر اي جي اكس 70، الميزه الرئيسيه فيه انه قد اغلق فوق سعر الفتح الذي بدا عليه، اغلق تقريبا عند مستوى 3061 نقطه، مستوى الفتح كان عند 3049، هو ما يعزز ايجابيته على المدى القصير. نعم أستاذ محمد، تابعنا أيضا بدء الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو تفعيل برنامج الطروحات وسط أنباء عن بيع حصة 10% من الشركة المصرية للاتصالات، ما تقييمك لهذه الخطوة وأيضا ما هي حجم تأثيرها على أداء السوق؟ هو يذكر أن بيع حصة المصرية للاتصالات مطروح منذ عامين تقريبا، في سبتمبر الماضي جلس قطر الاستثمار أفصح عن نيته لشراء حصة في المصرية للاتصالات، والحكومة المصرية أيضا أفصحت عن بيع حصة تقدر حتى ب 20%، مش 10% كما ذكرتها بلومبرج بالأمس. وللعلم أن المصرية للاتصالات ليست من ضمن ال 32 شركة التي تعتزم الحكومة طرحها خلال هذا العام. هناك منافسة ما بين جهات إماراتية وجهات قطرية على حصة فودافون تحديدا في مصرية للاتصالات. والحكومة المصرية من أدوات التمويل الرئيسية خلال الفترة القادمة بيع الحصص وافتتاح المجال للقطاع الخاص. ولكن هناك يعني يبدو أن هناك خلاف في نسبة الحصة نفسها فطرحها لأي مستثمر رئيسي. السعر الاسترشادي الذي تم الإفصاح عنه أمس في تقرير بلومبرج حوالي 22.25 للسهم، لسهم المصرية للاتصالات، في حين أن السهم يتداول فوق مستوى 23 جنيه بنحو تقريبا يعني أقل من 3.5% في السعر الحالي. يبدو أن المفاوضات ستطول في هذا الأمر، لأن سد الفجوة التمويلية في خلال الفترة القادمة يستلزم بيع حصص أكبر وبقيم أكبر خلال الفترة القادمة. نعم أستاذ محمد، ما رؤيتك أيضا للسوق على المدى القصير والمتوسط، وبمعنى أدق أين توجد الفرص؟ السوق على المدى القصير قد يتجه للهبوط وكسر مستوى 17000 نقطة، وأيضا تبريد بعض المؤشرات في الأسهم الصغيرة، الأسهم التي تتبع مؤشر اي جي اكس 70. قد يتجه السوق إلى مستوى 16800 ويلي 16500 كدعم قوي خلال الفترة القادمة. قطاع المالي وقطاع البتروكيماويات من القطاعات القوية جدا والتي تستحوذ على اهتمام وتركز شرائي من المستثمرين. نعم، ولتحليل أبرز ما جاء في بورصة أبو ظبي والتي شهدت انخفاضا، ما تحليلك أيضا للأداء؟ جاء أداء أيضا متباينا، يعني انخفضت بنحو تقريبا 6% وأغلق المؤشر عند مستوى 9670 نقطة تقريبا، وإجمالي تداولات تعتبر جيدة تقريبا مليار درهم في خلال جلسة اليوم. ونلاحظ أيضا أن هناك من أصل 63 شركة تم التداول عليها اليوم ارتفع فقط 16 شركة وانخفض أسهم تقريبا 38 شركة، فالاتجاه الهبوطي أيضا مسيطر على سوق أبو ظبي، يعني تحسما لمخاوف الركود العالمي. بالأمس أيضا كان بلومبرج أفصحت عن تقرير لقيام مجموعة رويال جروب الإماراتية عن فتح مبيعات في سوق الأسهم الأمريكية تحسبا من الركود العالمي، فأيضا قد
ينتبه المستثمرين الى هذه النقطه في الاسواق الاماراتيه، ويقومون ايضا بتخفيف مراكزهم خلال الفتره القادمه. نعم، ما رؤيتك لاسواق المال الاماراتيه خلال العام الجاري، خاصه سوق ابو ظبي، وايضا ما هي القطاعات التي تراها واعده وتنصح بالاستثمار فيها؟ والله سوق ابو ظبي يقوم باداء جيد، خاصه في ظل يعني ترقبه تقريبا لثمان طروحات خلال هذا العام، من ضمنهم طرح لشركات في الذكاء الاصطناعي، وطرح لشركات جديده في مجالات جديده. فالسوق يقوم باداء جيد، ولكن قد يكون في النصف الثاني بعد استقرار الفائده الامريكيه وارتباط طبعا اسواق الخليج بها، قد يشهد انتعاش خلال الفتره القادمه. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذ محمد مهدي، محلل أسواق المال، لمشاركتك معنا اليوم.